استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء هذا اليوم المهنئين من أهالي محافظة العاصمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع المواطنين من مختلف محافظات المملكة. وقد تشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المفدى معربين عن أسماء التهاني والتبريكات إلى جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعينا الله عز وجل أن يعيده على جلالتي وعلى أهل البحرين جميعا بوافر الصحة والسعادة والخير، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما يوليه جلالته من اهتمام لمحافظة العاصمة وحرص مستمر على تلبية كافة تطلعات أهاليها من خلال توجيهات جلالتي السامية. خلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالجميع وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، وأعرب جلالته عن تقديره لعطاء رجال ونساء محافظة العاصمة المتواصل وإسهاماتهم المشهودة في نهضة البحرين الحديثة، مشيدا بجهود أبناء البحرين كافة وتفانيهم في خدمة وطنهم بهدف إعلاء رايته وحماية مكتسباته في مختلف المجالات. وأكد جلالته أن شهر رمضان المبارك يعد مناسبة طيبة تتعزز خلالها قيم التواصل والمحبة والتآلف من خلال تبادل الزيارات الأخوية وعقد المجالس الرمضانية التي امتاز بها أهل البحرين الكرام عبر تاريخهم العريق القائم على التكافل والتعايش والتسامح الإنساني. وأشار جلالته إلى أن البحرين ماضية في مسيرة التنمية والتطوير بعون من الله تعالى وبسواعد أبنائها المخلصين، مؤكدا أهمية تهيئة كل الظروف للجيل الجديد ليكون واعا بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه، وليتمكن من البناء على حق ما حققه الآباء والأجداد من إنجازات حضارية وتاريخية، سائلا جلالته الله عز وجل أن يحفظ البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد شهر رمضان المبارك على أهلها بالخير والبركة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. وقد ألقى سيد جاسم الشراوي كلمة بالنيابة عن أهالي محافظة العاصمة. كلمة أهالي محافظة العاصمة يلقيها نيابة عنهم السيد جاسم عيسى الشراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز يا صاحب الجلالة أن أقف بين يدي جلالتكم أيدكم الله متحدثاً باسمي وباسم أهالي محافظة العاصمة، معربين عن خالص تقديرنا لجلالتكم نظير تشرفنا بهذا اللقاء التاريخي الميمون في قصر جلالتكم العامر حفظكم الله ورعاكم، وأنه لشرف كبير لنا أن نلتقي اليوم بقائد النهضة المباركة لمملكة البحرين وشعبها الوفي. سيدي صاحب الجلالة، في هذه الليلة المباركة من الشهر الفضيل تقمرنا الفرحة باللقاء التاريخي مع جلالتكم، لنهنئ جلالتكم حفظكم الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله على جلالتكم وعلى حكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
في شهر تتوالى فيه البركات والأمن والسكينة، داعين العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي آمناً مطمئناً، وأن يحفظ جلالتكم بعين رعايته. سيدي صاحب الجلالة، إنها لصورة تختزل معاني الوفاء والتلاحم بين القيادة وأهالي محافظة العاصمة، ويوم يزهر فيه الفرح بلقاء قائد يحمل حب الوطن وأهله في قلبه الكبير، ويمنح وافر كرمه وصادق عطائه ما أوجب على أهالي محافظة العاصمة في هذا المقام أن يجددوا لمقامكم السامي العهد والولاء والطاعة، وفاءً وإخلاصاً لجلالتكم ولحكومتكم الرشيدة، معاهدين جلالتكم أن يبقوا دائماً جنوداً أوفياء لكم وللوطن، لا يحيدون عن عهدهم لقائد الوطن. واليوم تجدد لقائنا السنوي الميمون بجلالتكم، والذي نترقبه بكل فخر واعتزاز في مثل هذا الشهر الكريم، والأكف مرفوعة بالدعاء لجلالتكم بأن يحفظكم الله ويوفقكم ويسدد على طريق الخير والحق خطاكم المباركة، وأن يحفظ هذا البلد آمناً مستقراً مزدهراً عزيزاً. ونود في هذا اليوم الأغر أن نتقدم لكم يا صاحب الجلالة بالتهنئة على أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ المملكة، وهو أحد الإنجازات التي تميز عهدكم الزاهر، ليساهم هذا الاكتشاف الهام في الرخاء الاقتصادي، ويساهم كذلك في رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مملكتنا الغالية، ولتستمر مسيرة النماء والازدهار والتطور بعهد شعاره مواصلة التطوير وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق مسيرة التنمية الشاملة التي نعيشها في ظل عهدكم الزاهر أيدكم الله. سيدي صاحب الجلالة، لا عجب أن يشهد عهدكم الزاهر أكبر نقلة نوعية وتاريخية في أسلوب الحكم وفلسفة القيادة في تاريخ المملكة، حيث جاءت أولى الخطوات بإعلان جلالتكم ميثاق العمل الوطني الذي تم إقراره بإجماع شعبي لا نظير له في تاريخ البحرين، والإعلان عن مشروع جلالتكم الإصلاحي، ذلك المشروع الوطني الجامع الذي يقدم الديمقراطية كنمط للحياة والممارسة، ويحفظ للدولة أسساً من سيادة القانون وفصل السلطات، بما يحقق أهداف النمو والنهضة، ويرسخ في ذات الوقت عوامل الاستقرار والتعايش، لتبدأ المملكة مرحلة جديدة في تاريخها من الإعمار والبناء والرخاء والتطور على مختلف الأصعدة، ولتتوالى ثمار رعايتكم الكريمة لمسيرة الإصلاح الخيرة، وتنعكس أمناً ورخاءً على المملكة وأهلها. ففي عهدكم الميمون تحققت المشاركة الشعبية والحياة البرلمانية وإشراك المرأة وتمكينها والإعلاء من شأن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والنهضة الصناعية وتشييد صروح العلم والمعرفة. إننا إذ نرفع لجلالتكم حب وولاء وتحيات أهالي محافظة العاصمة، لنستحضر تاريخاً عطراً حافلاً بالعطاء أعطى لهذه المملكة طابعها المميز عبر سنين طويلة، وتمثل ذلك في الطابع الإنساني وحرية المعتقد والتفكير. ففي المنامة وحدها هناك نحو 19 كنيسة يصل عمر بعضها إلى 100 عام، إلى جانب وجود كنيس يهودي قديم وعدد من دور العبادة للأديان والطوائف الأخرى، مما أهل مملكة البحرين لتكون أنموذجاً راقياً للتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات، في مكسب هام يضاف لعوامل نجاح وتطور المملكة في هذا المجال. وليتسع الطريق أمام التحديث الشامل التي تقوده بكل حنكة واقتدار يا جلالة الملك. ونثمن عالياً يا صاحب الجلالة توجيهاتكم السامية باعتماد المخطط العام للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية بين المنامة والمحرق، الممتد بين الجفير وكورنيش الملك فيصل بمسافة تبلغ 14 كيلومتراً، حيث يترجم هذا المشروع رؤية وتوجهات جلالتكم وخطط حكومتكم الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نحو إقامة مشاريع التنمية الحضرية المستدامة لانعكاس ذلك على جودة الحياة كمؤشر أساسي لازدهار المدن ورخائها، ما يعزز من مكانة العاصمة المنامة بين مختلف عواصم المنطقة، لدور المشروع الرائد في تعزيز الحركة السياحية والحفاظ على البيئة وتناقمه مع رؤية مملكة البحرين 2030. ونحن في قمرة السعادة بهذا المكسب الهام لمحافظة العاصمة ولمملكة البحرين عموماً، لا يسعنا إلا أن نستذكر مقتطفاً من كلمتكم السامية التي وجهتموها جلالتكم لأهالي محافظة العاصمة في يوم 27 ديسمبر من عام 2001 ميلادي، أبان تفضل جلالتكم بوضع حجر الأساس لمكتبة والد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، حيث أصبحت توجيهاتكم السديدة واقعاً نعيشه في أيامنا هذه، فقد قلتم أيدكم الله. ونحن عندما نتحدث في هذا المقام عن المنامة درة الخليج فإنما نتحدث عن تحضر البحرين وأهلها وما وصلت إليه من تنظيم وعمران ورقي وتقدم، حيث يحق لجميع البحرينيين أن يفخروا بعاصمتهم، فهي لهم رمز التعايش والوحدة الوطنية في العمل والحياة، كما إنها منارة الانفتاح والتسامح الإنساني بين مختلف الأجناس والأفكار. تلك يا جلالة الملك كلمات تكتب بماء الذهب، سيظل أهالي محافظة العاصمة بل أهالي مملكة البحرين يتذكرونها بكل الفخر والاعتزاز، ويحدون الأمل دائماً في استمرار تلبية وتجويد الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية والثقافية والرياضية والاقتصادية لمحافظة العاصمة، ولا سيما ما يرتبط منها بإنشاء مرافق للصيادين، كون أهل العاصمة قد اشتهروا منذ القدم بركوب البحر والتجارة، ما من شأنه أن يسهل أسباب الحياة الكريمة للأهالي والارتقاء بالعمل الاجتماعي والخيري والتطوعي، كتخصيص أرض لإنشاء مركز اجتماعي لمنطقة النعيم لخدمة أهاليها والمناطق المجاورة لها، إلى جانب تطوير حديقة السلمانية التاريخية من أجل الدفع بالصورة الحضارية والجمالية للعاصمة إلى أعلى المستويات، وتطوير موقع عين عذاري لما تمثله هذه العين من ذكريات عزيزة لدى أهالي مملكة البحرين وعموم أبناء الخليج العربي، بوصفها إحدى أهم الموروثات التاريخية التي طالما ألهمت الآباء والأجداد وتغنى بها شعراء البحرين، لتبقى حاضرة في عقول وقلوب الأبناء. تلك يا جلالة الملك خدمات يرقب أهالي العاصمة في أن يروها واقعاً، ليكونوا أكبر قدرة على العطاء والإنجاز للمساهمة في خدمة هذا الوطن الغالي في ظل مشروع جلالتكم الإصلاحي. وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمملكتنا العزيزة، مؤكدين لجلالتكم أن أهالي محافظة العاصمة على العهد يبادلونكم الحب والولاء والإخلاص والطاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنظل لكم جنوداً مخلصين، قصيدة للشاعر الدكتور عبد الله أحمد منصور الرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل التاريخ عنا والسنين، وسل إن شئت عنا الأولين، وسل من شئت يا من لست تدري بما شهد الزمان وقال فينا، وعن أرض الخلود وما وعن أرض الخلود وكيف صارت، وعن ملك مثال الحاكمين، فهذه أرضنا صارت سلاما
وعشنا في رباها آمنين. غدت بحريننا فردوس عدل مثالا يحتذى للعالمين، وصارت جنة غناء تعطي قطافا يانعا للآكلين. سلام ثم عدل ثم خير، فتمت نعمة المولى علينا، ومسك ختامه حمد مليك يراعي ربه دنيا ودينا. حباه الله حلما فهو عدل، وجنبه شرور الشانئين. مليك قد هداه الله نهجا طريق الحب دربا مستبينا، ونحن نكون يا حمد إذا ما تبعنا النهج خلفك مهتدينا. أتيناكم أبا سلمان جمعا لكم شهر الصيام مباركين، ونشهد ربنا إنا سنبقى لكم فيما نويت مؤيدين. فما بذرت يداك غدا نعيما، وحلم الأمس صار لنا يقينا، فعهدك عهد خير قد تناما، وعشنا في رباه نعمينا. فيا ملكا حباك الله قلبا كبيرا صادقا سمحا أمينا، فيا حمد حباك الله قلبا كبيرا صادقا سمحا أمينا. ورب العرش قد أعطاك بأسا إذا عظم التحدي لا يلينا، فيا حمد علوت بنا مكانا فصرنا منية للغابطين، ووحدت القلوب فلا شقاق فصرنا غصة للحاسدين. زرعت الحب والإخلاص فينا فما من ثغرة للطامعين، فقلبا واحدا صرنا وجسما غدا حمد لنا كهفا حصينا. فهل أحد يقوم بذا سواكم؟ فهل أحد يقوم بذا سواكم؟ أيبن الخيرين الأكرمين، فأصبحتم مليكا لا يجارى، وأصبحت البلاد لكم عرينا. ففي إقدامكم حمد أمان، بهيبتكم من الأعدى تقينا. فعن أشبالها الآساد دوما بهيبتها تصد المعتدين. وهل لي حاجة في قول هذا؟ فقدرك لا يفوت العارفين. رسمت لنا طريق النهج حق، ونحن على هداكم سائرين. وإن تأمر فأمرك مستجاب، ترانا رهن أمرك طائعين. سنحفظكم وأرضا أنت فيها، نظل لكم جنودا مخلصين. ومن يبدي التخاذل والتواني سنتركهم وراء خاسرين. نفديكم أبا سلمان دوما، ونبذل دونك الغالي الثمين. فلا شيء من الأرواح أغلى، فدونكم النفوس مقدمين. بفضلك قد غرست العز فينا، ولسنا للفضائل جاحدين. نعاهدكم أبا سلمان نبقى على عهد الوفاء محافظين. نعاهدكم أبا سلمان نبقى على عهد الولاء محافظين. وإن شئتم رفعنا الآن أيد أمامك مقسمين لك اليمين. فدمتم يا أبا سلمان عزا وملفا دائما للسائلين، ودمتم والدا ملكا كريما تدير البيت مقتدرا مكينا. ودمتم يا مليك الفخر ذخرا نفاخر باسمكم في العالمين. سألنا الله يحفظكم بعز، وللمولى سنبقى ضارعين. سألنا الله يحفظكم بعز، وللمولى سنبقى ضارعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قدم أهالي محافظة العاصمة هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
كل حال نشكركم على تهانيكم ونبادلكم التهاني، وإن شاء الله شهر مبارك على الجميع وعلى أسركم وعلى من تحبون. أن يعيد رب العالمين على الجميع بالخير والبركة. يعني مهما الواحد يريد يقول فيما يتعلق بالعاصمة وأهل العاصمة فبيكون قليل، لأنها بالفعل مركز الحضارة إن كان في الإدارة أو في التطوير أو التجارة، هذا معروف بالنسبة للمنامة. ولا شك الثقافة كذلك جزء مهم في تاريخ المنامة وأهلها. وأشكركم كذلك على التواصل مع بعض في المجالس اللي أصبحت عادة طيبة ومبروكة بين أهالي البحرين، والعادات لابد منها. الله يرحم الوالد بدأ سنة التواصل بأنه زار ناس كثيرين وتواصل معاهم مع مختلف الفئات، كانوا كبار أو وسط أو حتى صغار، صارت هالعادة عندنا كلنا. لكن اللي مثلكم عارف أمور الدولة تتطلب الحقيقة الجهود الكثيرة خاصة في هذه الأيام، وأنا ودي لو أني أتمكن من زيارة كل واحد منكم الحقيقة، لأن عندي له تقدير واحترام مثل ما هو يقدر بلاده ويقدر مجتمعه. فالله يوفقكم وكل عام وانتم بخير. مشكورين مشكورين. ومن جانبه أعرب معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن فخر واعتزاز أهالي محافظة العاصمة بالاستقبال الذي حظي به جمع من الوجهاء والأعيان وأصحاب مجالس وأبناء المحافظة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله، وذلك لتهنئة جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال معالي المحافظ في بيان له بهذه المناسبة: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي محافظة العاصمة، نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خالص الشكر وعظيم الامتنان على تكرمه باستقبال أهالي العاصمة جريا على عادة جلالته السنوية في لقاء أبناء شعبه الكرام في مختلف المناسبات، مهنئا حضرة صاحب الجلالة والأسرة المالكة الكريمة وحكومة وشعب مملكة البحرين بشهر رمضان المبارك، داعيا معاليه المولى عز وجل أن يعيده على جلالته وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وردفا معاليه إن هذا اللقاء السنوي الميمون الذي يجمع بين جلالته حفظه الله وأهل العاصمة يعد فرصة مباركة لتجديد البيعة والولاء إلى جلالته أيده الله، ويحمل في مضامينه معان فريدة تعكس أجمل صور الترابط والتلاحم بين قائد النهضة المباركة وأبناء شعبه الكرام. مضيفا معاليه أن الزيارة تأتي في وقت الذي تشهد العاصمة مشاريع تنموية تاريخية بفضل اهتمام جلالته وحرصه حفظه الله على توفير كافة سبل العيش الكريم والرفاهية لأبناء هذا الوطن المعطاء، لنعيش اليوم واقعا ورؤى تطلعات جلالته بوطن مزدهر يحتضن الجميع ويحظى بمكانة مرموقة بين دول العالم، ولتستمر مسيرة النماء والتطور التي خطها جلالته حفظه الله بكل حكمة واقتدار.